نجيب على جملة من الأسئلة حتى لا نقع في الخيبة فيما بعد ونبقى لاجئين إلى تلك الأحكام الجاهزة. الجزائري ما يقراش، الجزائري ما يديرش كذا، الجزائري ما كذا. لصقنا كل الشرور في المواطن الجزائري. إحنا المثقفين علينا أن نعتذر للمواطن الجزائري، خاصة الشاب الروجي، الوان تو ثريزم، الزوتشي. لصقنا فيه كل المصطلحات التي توحي بأنه كائن سلبي دون أن نقترب منه ومن هواجسه وأن نسمعه وأن ما عرفناش حتى وصلنا لواحد المرحلة. أستاذ هذا الشيء اللي راكم تركزوا عليه أنتم، ماركمش تستهدفوا المثقفين أو الطبقة المثقفة، راكم تستهدفوا الشعب والجمهور.